سيرا على رؤية 2020 التي تتطلع لجعل قطاع السياحة أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب، افتتحت اليوم بالرباط الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة. وقد حضر الجلسة الافتتاحية للمناظرة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات أجنبية من قبيل الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة. الهدف منه هو إعادة تعبئة القطاع حول أهداف الرؤية ديال 2020 اللي هي كيدعمها صاحب الجلالة نصره الله، وهي كذلك مناسبة للوقوف عند الإنجازات اللي هي كانت في الحقيقة إيجابية. إنجازات زائد 8% بالنسبة لعدد الوافدين، زائد 13% بالنسبة لليالي المبيت، وكذلك يعني تطور هام في بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات. المناظرة تتوخى الوقوف على سير رؤية 2020 والإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة. المناظرة 11 ديال السياحة هي واحد الوقت باش كنعملوا يعني شنو هو لو بيلان، شنو هي الحصيلة ديال أربع سنوات الماضية من اللي تحقق في ظل هذه الظرفية الاقتصادية العالمية والمالية والجيوستراتيجية. ونعتقد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح 100%. الأهداف التي رسمها والأسس التي اعتمدت عليها الاستراتيجية أسس صحيحة. الاعتماد على السياحة المستدامة، تنويع مصادر السياحة، تنويع المنتج السياحي، هي أهداف الآن المجتمع العالمي كله يسعى إليها. وترتكز هذه المناظرة حول محورين رئيسيين يهمان إقلاع المناطق السياحية وتمويل الاستثمار في قطاع السياحة، حيث تم التركيز على رهان بروز ثمان مناطق سياحية تنافسية وتكاملية مع تموقعات واضحة تتيح توازنا جيدا بين الوجهات الشاطئية والثقافية والطبيعية.